صباح الخير، تحية عطرة. إذن مداخلة جديدة بعنوان العقل التقني وطرق معالجة العنف الخاص به. مقدمة: كيف يفكر العقل في العنف وكيف يجعله ملكا له لبناء العالم، ولكن أيضا كيف يحدده لترويض الإنسان الذي يصبح بالتالي سيدا وعبدا بطريقة خاصة به. من المفترض يعني أن العقل التقني يوفر الديمقراطية والعدالة والأمن، فإن الحقيقة في كشف النقاب عنها تدريجيا أنتجت الرفاهية والسعادة، ولكنها أنتجت أيضا الشمولية والظلم وانعدام الأمن. يعني العقلانية التقنية يعني أنتجت السعادة والرفاهية، ولكن في المقابل أنتجت الشمولية والظلم ويعني انعدام الأمن. إن كل المعرفة التي تهدف إلى يعني السيطرة على الطبيعة، تحريفها والسيطرة على المجتمع والإنسان الموجود هناك بموجب قانونه وفكرة الحقيقة المطلقة مثل حقيقة الإله الواحد، غالبا ما تكون مصحوبة بقوة هائلة أيضا، سلطة كبيرة، سطوة شهملة. أضف قوة التكنولوجيا إلى هذا الاستبداد وسنحصل على نتائج غير متوقعة ومزعجة ودراماتيكية، خاصة عندما يستخدم سلاح العنف لتحقيق التقدم الاجتماعي والأمن والسعادة والرفاه للإنسان. إذن يجد الإنسان نفسه داخل دائرة شبه جهنمية. يعني يجد يعني الإنسان نفسه داخل دائرة شبه جهنمية حيث يجبره العقل على نحو متناقض على تحقيق ذاته من خلال العنف. نتيجة ذلك أو مرد ذلك هو تطور العقل التقني. في العالم القديم تحدد الشكوك المادية والشكوك البشرية في شكل عالم شرير أو شيء مرعب، وتسمي ذلك الخطر، وكانت أفضل طريقة لوضع القواعد اللازمة لحماية المجتمع وتنظيمه والدين. العودة إلى الدين وربما الأسطورة، يصبح الخطر شرطا للتضامن، والمقدس يؤكد ذلك فقط. العقل العملي لا ينفصل عن المقدس، يندمج الاجتماعي مع الطبيعة ويتم تناوله في صورة الاجتماع أو فيما فوق الطبيعة أو الجانب الميتافيزيقي. ومن الممكن هذا في العالم القديم، ومن الممكن إعادة تفسير الاضطرابات والعنف التي تحت على أنها قوى خارقة للطبيعة سببها، يعني بسبب قوى خارقة للطبيعة. يمكن تفسير ذلك يعني وهو تفسير ما وراء خرافي. وبالتالي يصبح الدين كمؤسس وسيلة رئيسية لتدجين العنف، امتصاصه، تحكم فيه، إعادة إنتاجه وتصريفه. وبالتالي فإن الدين يعمل على الحفاظ على تماسك المجموعة، تخفيف من حدة العنف وتدجينها وطمأنة الأفراد والسيطرة عليهم والإشراف عليهم وإخضاعهم وحتى القضاء على أعضاء معينين في المجموعة من أجل حياة البقية، حياة الكل، يتم التضحية بالبعض. لم يستطيع المقدس فعله. يفترض إذن تطور العقل التقني إيجاد مخطط وإحداث نظام سياسي جديد تسمح فيه السعادة والأمن لكل إنسان بالتطور. لذلك تم ترقية البشر ومراقبتهم تقنيا. لقد طلب أجداد من الله أولا أن يحمي بيوتهم وحقولهم وأن يدفع عنهم الأوبئة والكوارث الطبيعية، ثم تطمئن يعني يطمئن رجل الدين والمعبد ويحمي أعضاء من خلال إقامة المواكب وتوزيع البركات وتشجيع العبادة، ولا سيما رعاية الوالدين وتربية الأطفال على الخوف من الجحيم والقلق بشأن الخلاص الأبدي، ويأتي إلى عدد من الممارسات التي تهدف إلى الطمأنينة بالغفران وتكتف، وتسمح كل هذه الممارسات للمرء بتجنب الجحيم أو مغادرة يعني الشر ويعني الحلم بدخول الجنة. يعني كل هذه الأمور دفعت الإنسان إلى السيطرة على نفسه وعلى غرائزه وأهوائه. ولكن مع عصر التنوير أصبحت الحاجة إلى الأمن علمانية، تم استبدال التأمين الروحي جزئين بالتأمين المادي ضد السرقة وضد العنف وضد الأضرار التي يلحقها للناس الآخرين بممتلكات الخاصة والعامة.
تهدف ربما الاستنارة من وقاية الإنسان من الشر. ولعل الوسائل الجديدة لتعزيز الأمن هي الهدف منها تم آنة سكان المدينة. إذن يمثل عصر التنوير بهذا المعنى ظهور الطريقة الحديثة للحكم، حكم الإنسانية، تعزيز الوجود وتطويره، لها أصبحت لها الأسبقية على أي عقيدة دينية أخرى. تخذ يعني المواطنون إجراءات وربما يتبنون أخلاق علمانية ويرفضون ربما الإجرام والمرض ويحاولون يتخلصون من المرض. ستمنع الأفراد من ارتكاب أعمال عنف، ستكون الوسائل المستخدمة للقيام بذلك مما سيسهم في مجتمع أكثر سلامة وأكثر أمن. يظهر العنف كموضوع خاص به في الأخدين المعقدة للإنسانية وعلاقاتها. دعونا نرى كيف ذلك. القرن 18 لا يزال مشهد المدنيين المكشوفين في الساحات العامة يعني معقبين حاضرا في أذهاننا، وهذا يذكرنا بالتعاسف من حيث إصدار الأحكام، ولا يوجد مفهوم يسمح لنا بالتناسب الدقيق بين الجريمة والعقاب. مونتسكيو يحتج ضد سوء إدارة العدالة وتناول السلطات القائمة انتقاداته أنه يميز بين القانون والأخلاق. كل جريمة يمكن أن تكون خطيئة، ولكن ليس العكس، وليس كل خطيئة هي جريمة. على وجه ذلك لا يمكن التضارب بأي قانون يتم اعتماده بعد وقوع حدث ما لتقديم الشخص المشتبه في مسؤوليته عن الحدث إلى العدالة. هذه المبادئ يدافع عنها بيكاريا في بحث عن الجرائم والعقوبات الذي كتبه سنة 1965. يسلط بيكاري الضوء على نقاط ضعف في النظام القضائي، القوانين غير الدقيقة والإجراءات والعقوبات الهمجية والسلطة التقديرية للقاضي وما إلى ذلك. ولما كان هدف المجتمع هو ضمان تطور أفراده ودور المشرع هو تحديد شروط هذا التطور، فإن النتيجة هي حساب اجتماعي ينطبق على الجريمة والعقاب، المقياس الحقيقي لخطورة الجريمة. تكمن الجريمة في الضرر الذي يلحق بالمجتمع، ويجب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة ولا تنطوي إلا على حد أدنى من الألم، ولكنها قوية بما يكفي لردع الآخرين ومنع تكرار الجرائم. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعارض الحكم مع حقوق الشخص غير قابل للتصرف. لذلك يتحدث بيكاريا ضد التعذيب وضد عقوبة الإعدام، كما يستنكر سخافة الأحكام وفجورها التي تدفع الجاني أو عائلته إلى ارتكاب جرائم جديدة. ويجب أن تكون الوقاية من خلال العقوبة هي الاهتمام الرئيسي للمشرع. واجهت طروحات بيكاري في البداية معارضة شرسة، ولكن انتهى بها الأمر إلى القبول في دوائر معينة، وهذه الطريقة التي تم بها تطبيق الإصلاحات في الدول العلمانية بحماس. وربما الموسوعيون ربما استقبلوا أطروحات بيكاري بترحيب، ولكن تمت مقاومة هذه الأفكار في بلدان أخرى. ولكن كان لبيكاري الكثير من الأتباع، وخاصة في بريطانيا جون هاورد وجيريمي بنتام. بطريقة خاصة سيسعى كانت أيضا مثل بيكاري الحصول على تصور لعقوبة عادلة، وفقا له لا يمكن أن نتجه للانتهاك حتى لو كان يسبب ضررا بسيطا للآخر. هناك التزام أخلاقي بالعقاب. في الواقع هناك في فكرة العقل العملي شيء واحد يصاحب انتهاك القانون الأخلاقي وهو العقاب كما يرى كانت. ومع ذلك من الصعب أن نربط المشاركة في السعادة بمفهوم العقاب في حد ذاته، لأنه على الرغم من أن الشخص الذي يعاقب قد يكون لديه في الوقت نفسه نية حسنة في جعل العقوبة تخدم هذه الغاية أيضا، إلا أنه يجب مع ذلك تبريرها أولا كعقوبة أو في حد ذاته كشر بسيط، حيث أن الفرد المعاقب فإذا بقي الأمر على ما هو عليه لم يتمكن من رؤية أي نعمة مختبئة تحت هذه الصرامة. كان عليه أن يعترف لنفسه بأنه قد فعل الصواب وأن مصيره توافق تماما مع سلوكه. وأي عقوبة في حد ذاته يجب أن تكون أولا قبل كل شيء عدالة، وهذا يشكل جزء أساسي من هذا المفهوم. على المجرم أن يعترف بعدالة العقوبة وأن يعترف بأن من يفرضها عليه يتمتع بسلطة أخلاقية حقيقية. ومن ثم فإن مفهوم الأخلاق والواجب يجب بالضرورة أن يسبق أي اعتبار للرضا ولا يمكن أن نشتق منه. ولكن يجب علينا أولا أن نعرف كيف نقدر أهمية ما نسميه الواجب وسلطة القانون الأخلاقي والقيمة المباشرة التي يكتسبها الفرد في بمراعاة هذا القانون حتى يشعر بالرضا الذي يأتي من الوعي بالسلوك المتوافق مع الواجب ومرارة الندم عندما يضطر المرء إلى لوم نفسه على مخالفة القانون.
ومن الضروري الاعتراف بأن الحاجة إلى العقاب هي جزء من الاستخدام العملي للعقل، وأن هذا يتوافق مع العقل التأملي النظري. أن الاستخدام التأملي للعقل فيما يتعلق بالطبيعة يؤدي إلى الضرورة المطلقة لسبب أسمى للعالم. أن الاستخدام العملي للعقل فيما يتعلق بالحرية يؤدي أيضا إلى ضرورة مطلقة واجب أخلاقي أمر قطعي، ولكن ليس سوى ضرورة لقوانين أفعال كائن عاقل في حد ذاته. والآن أصبح من البيبات الأساسية لكل استخدام لعقلنا دفع المعرفة التي يقدمها لنا إلى درجة الوعي بضرورتها، لأنه بدون هذا لن تكون المعرفة معرفة عقلية. بالنسبة لكانت المطلق ليس في عالم المعرفة بل في الفعل والممارسة. في المجال الأخلاقي يمكن للعقل أن يجد استخدامه الكامل، ليتفق جميع الناس على الاعتراف بأن الفعل الذي لا يتم القيام به لغرض شخصي هو من باب الأخلاق، وهو فعل يتم بطريقة ما من أجل الأخلاق. لذا إذا كان من الممكن وضع وصفات حول كيفية التصرف عندما يكون المرء إنسانا، فإن هذه الأخلاق لا يمكن إلا أن تكون عالمية كونية، ويجب أن تنطبق الأخلاق على الجميع وتكون صالحة في جميع الحالات. هذه الأخلاق سوف تملي ما يجب فعله المرتكب سوء السلوك. ومن يسار يرى كانت وبكار أن العقاب ضرورة، وعند كانت أنها ضرورة أخلاقية لا يمكن الهروب منها، حتى عندما تكون العقوبة عديمة الفائدة تماما، حتى في الفرضية حيث قرر أعضاء المجتمع حله. إلا أنه إذا لم يتم تطبيق القانون الجنائي بشكل كامل، يؤكد كانت، فإننا نساهم في إفساد الشعب بأكمله. ولذلك سيكون على الدولة التزام أخلاقي بإنزال عقوبة مؤلمة بجميع المذنبين بارتكاب جرائم. يكفي أن نقول أن القصاص الجزائي لا يقتصر على تأكيد على أننا مخولون بالعقاب، بل يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، فهو يلزمنا أخلاقيين بالقيام بذلك. بالنسبة لبيكاري هذه ضرورة نفعية، لأنه في نظره يجب تطبيق العقوبة بشكل مؤكد حتى تكون مفيدة. في الواقع فهو يعلن الأولوية المطلقة للضرورة غير المرنة لمثال العقاب على مثال التسامح أو التساهل أو أي شكل آخر من أشكال حل النزاعات. على ذلك فإن التسامح بالنسبة له يؤدي دائما نتائج عكسية، باستثناء ربما في الحالات التي تظهر فيها القوانين قاسية أو صارمة بشكل مفرط. لذلك يبدو أن العدالة تتطور نحو مبادئ الإنصاف، ولكن لها أيضا دور ضمان الدولة، ضمان استمرارية الدولة وإنفاذ القوانين، وأن تكون هناك سلامة في المجتمع. فالأمن يرتبط بين المساواة أو يربط بين المساواة الحرية والملكية، ويكمل هذه الحقوق الطبيعية والقابلة للتصرف التي يجب على الدولة الحفاظ عليها. قد تم ربما تصميم الدستور الجديد في فرنسا بهذه الروح، حيث سنة 1993 24 يونيو، حيث أن الحقوق المعترف بها تهدف إلى ضمان السعادة المشتركة لأفراد المجتمع. فالأمن جزء من السعادة المنشودة، فهو يعطي معنى حقيقيين وموضوعين للحرية والمساواة، على وجه لأنه يمنح صاحبه الثقة اللازم للاستفادة من عمله. إذن الحرية والمساواة والملكية وشروط السعادة، هذا ما يتطلبه الأمن، أي السلام والنظام. ومن أجل الحصول على هذا الأمن الأساسي وحماية شخصه وحريته وممتلكاته، يتخلى الفرد عن حقه الطبيعي في تحقيق العدالة بينه وبين يديه وتسليمه إلى الدولة التي في المقابل ستوفر له الأمن إذا لزم الأمر. ويبدو أنه في التقييد والخضوع للدولة وطاعة القانون توجد قوانين، توجد الحرية والمساواة وحق الملكية ذاتها. يتم توفير الأمن من خلال طريق جديدة للحكم، وهو يعتمد على حقوق المواطنين. سيتم حمايتهم إذا أطاعوا ويعاقبون إذا لم يفعلوا ذلك. سيتم جعلهم مطيعين لمنع أي عصيان. هذه مفارقات المساواة والحرية والملكية، وهذا تشير إلى الأهمية الكبيرة للأمن وضمان السعادة الكونية والوفاء الفردي. وفي هذا السياق يبرز العنف الفردي وكذلك عنف الدولة الديمقراطية. يمكن للعنف الدولة الديمقراطية أن يحتكر، يمكن للدولة أن تحتكر ممارسة العنف، يمكن تقييده وتوسيع نطاقه والدفاع عنه، ويمكنه سحق الآخرين الذين يلجؤون إليه، الدولة خاصة الأفراد. وكذا يصبح من الممكن التفكير في عنف قادر على القضاء على كل العنف الذي يتعلق بالإنسان كفرد. ويمكن منذ ذلك العين يصبح من الضروري تأديب الإنسان وتصحيح وعلاجه. لذلك من المهم أن نرى ما تعني هذه الإجراءات. إذن إجراءات لمعالجة العنف، لامتصاص العنف، للتحكم في العنف تقوم بها الدولة. أولا التأديب ديسيبليني،
دولة يعني كان العمال في بداية القرن 19 يعرفون في المقام الأول ضرورات المجتمع الصناعي، ولكي يتمكنوا من استغلال المواد الخام ومنتجات النقل وتحويلها يقومون ببناء المدن أو التخلي عنها. تنتج هذه الحركات السكانية تدفق من الناس الذين لا يتم استيعابهم بشكل جيد من قبل السكان الأصليين أو يطغون عليهم في تجمع على عجل ودون تنظيم. يظل هؤلاء الناس من أصول متنوعة غير متصلين في مجتمع يتم فيه التواصل عادة على أساس مجتمع الأصل والعادات الراسخة. بالنسبة للسكان المتجذرين في ترابهم الأصل تبدو هذه المستوطنات الجديدة وكأنهم من الغزاة، أشخاص بلا يعني بلا هوية، همجيين. تعاني مئات الأسر تتقاضى أجور زهيدة من الفقر والجوع والاختلاط والمرض. ربما بعد ذلك تظهر الأوبئة أو الاضطرابات والتمردات في وتكون من نصيب المدن. لازم نستغرب أن تنشأ هذه المشاكل الثلاث بينما يحاول العمال المسرحون والفقراء والمجرمون البقاء على قيد الحياة في منازل غير صحية غير مستقرة مليئة ملوثة، ومن خلال هذه الأحياء تمر البضائع مما يؤدي إلى تسليط الضوء على الاستغلال وكشف الظلم والتحريض على النظام من أجل وضع حد لعدم المساواة والإذلال. وهذه الأشكال الازدراء التي تستبعد الطبيعة البشرية. إن النضال عامة الناس لظروف معيشتهم وأسلوب حياتهم يتم استنكار من قبل المالكين والمشغلين والتي غالب ما يكونوا أيضا سياسيين ومحسنين. لقد كانت الطبقات الفقيرة والشريرة دائما وستظل دائما الحضانة الأكثر إنتاجية على الإطلاق للعنف وللإجرام. ربما لذا من الضروري أيضا الإشراف على الأفراد الموجودين هناك بتربيتهم وربما تهذيبهم وبناء استخدامهم في تقسيم العمل وفي الانضباط في استخدام الآلات وإدارة الإنتاج وبعث المادة إدخالهم للمدارس. سيتم السيطرة على السكان عن كثب هناك، ويمكن للدولة أن تستلهم من هذا النموذج لاستعادة صحة المدن وأخلاقها. ومن الضروري أيضا الإشراف على الأفراد الموجودين كعمال متعين ومنحهم الحق في الحصول على حضانة أو مدرسة أو مصنع. ولكن ماذا يجب أن نفعل مع المتشردين والمجرمين؟ هنا الدولة عليها أن تقوم بالتصحيح كوريجي. هناك سبب لتصحيح المتمردين من أجل جعلهم منتجين. ولد السجن الحديث في نفس الوقت سيتعين عليه أن يتخلى بسرعة عن طموح لتصحيح جميع الأشخاص العاطلين وغير الأخلاقيين، ثم يأتي اللجوء للإنقاذ. بين الفئتين الرئيسيتين المجرمين والمرضى سيتم توزيع العديد من المجموعات الفرعية المهمشة. سيتم تحديد كل فئة بشكل جيد وربطها بتقنية شائعة لاعتراف وطرق الحصول عليه من أجل هزيمة شيطان الفوضى وعدم التكيف. إن ابتكار الطب النفسي له علاقة بالموضوع، لكن الأخير يحظى بدعم جيد من فاعلي الخير ورجال الأعمال الأخلاقيين. لعب العمل الخيري في البداية دور رائد في التحديات الاجتماعية الجديدة التي ظهرت. يتطلب الاقتصاد الليبرالي استبدال وسائل القمع القديمة التي نادرا ما تستخدم بآليات مختلفة للحفاظ على السكان وتدريبهم. هاتين النقطتين اللتين يهتم بهما العمل الخيري، انه يساعد المواطنين الذين لديهم الان حق في العمل والمساعده، ويفترض القانون الجديد الذي يتساوى فيه جميع الافراد ان يوافق الفرد على النصح والتحول حتى يكون له الحق في هذه المساواه. يقدم العمل الخيري نفسه على انه عقيده غير سياسيه تسمح بحل المشاكل الاجتماعيه. ويجب اعتباره استراتيجيه متعمده لنزع التسييس في مواجهه انشاء المرافق الجماعية من خلال احتلال موقع عصب متساوي المسافة بين المبادرة الخاصة والدولة. ويتجلى العمل الخيري أيضا في المجالات الطبية والصحية، لأنه يجب علينا التأكيد عن عدم حدوث أي خطأ. وتشكل النصائح والتدابير الوقائية جزء من الطريقة الجديدة للرؤية، حيث يجب قبول المساعد وتقديمها وفقا لنفس المبدأ الموحد المتمثل في المنفعة أو الأخلاق الاقتصادية. وسيتم تشكيل فئات المعوزين وفقا لهذا المبدأ. إذا بعد التصحيح كوريجي نأتي إلى معالجة تريتمو. يعرف الطب النفسي الآن المريض مراعاة درجة بعدها عن نظام الحس والعقل. الكآبة هي العاطفة الأبعد عن العقل. الهوس دون هذيان على الرغم من غضبه أقل مرضا من الكآبة. يمثل الهذيان درجة قصوى من المرض والخطر والعنف المحتمل للذات. ولم يعد المرض يفك شفرة حادثة تفرض نفسها من خارج الذات دون أن تشارك الذات فيها. المشاركة الأكبر أو الأقل يعتمد البعد الأخلاقي
أو للمريض، وكذلك العلاج الإغاذي يقدمه الطبيب. لا يمكن تقديم هذا العلاج إلا في المساحة، لكن سرعان ما نشهد هجوما كاملا من قبل الطب النفسي الذي يحارب مخاوف الزمان من خلال مهاجمة الملذات المنحرفة وهستيريا العاطفة والسلوك الإنجابي. إذا مسألة تقويم الإنسان بأكمله، إن الفحص الذي يجريه الطبيب مثل نوع من العمل الاجتماعي الذي يؤدي إلى مسؤولية الفرد المعترف. تشرح نظرية الانحطاط كيف أن الوراثة المشحونة بأمراض مختلفة عضوية أو وظيفية لا تهم، قد أنتجت في نهاية المطاف انحرافا. وتحدد أيضا كيف يؤدي الانحراف إلى الإجرام، انحطاط إلى الانحطاط. إن الأداة الغريزية في قلب البرجوازية تستخدم في المقام الأول كأداة للسيطرة السياسية والتنظيم الاقتصادي للبروليتاريا الحضري، ومن ثم يتم استخدام القيام بالمراقبة القضائية والطبية للانحرافات لضمان بقاء الجميع. ربما تقوم أو نقوم بعزل الأجساد عن طريق ربما تصنيف بين الأسوية السوي وغير السوي، أنه من علم الأمراض الذي سيكون خاصا بهذا الجسد. من خلال الطبيب يصبح من الممكن ربطه بالمجتمع وبساحة السكان. إن الجسد المشبع بالعاطفة يخضع لتحليلات الأطباء وفحوصاتها الخاصة، تغذي هذه الاختبارات الخطابات العلمية للأطباء وتعزز السلطة والنظام الاجتماعي. هناك استراتيجية رئيسية أخرى يتم استخدامها، وهي تربية الطفل من خلال العناية بجماله وربما جعله خطير في نفس الوقت. لهذا السبب يجب علينا أن نحيط به ونحميه بل وندافع عنه. هناك آفات اجتماعية تؤدي ليس فقط إلى الحديث عن الطفل بل إلى هجوم حقيقي من أجل إنقاذ الطفولة. المراقبة والسيطرة والأخلاق هي وسائل خارجية تؤثر على كيان الطفل بأكمله. يتطور الشعور بالذنب وتترسخ المعرفة الطبية، تمتد السلطة إلى آثارها حتى مع اختفاء البحث عن الطفولة. المجموعة الاستراتيجية الأخيرة تتعلق بالتنشئة الاجتماعية للسلوك الإنجابي، حيث يكتسب الأزواج المسؤولية الاجتماعية والتربية. أن صحة الأسرة وبالتالي المجتمع ككل تعتمد على يقظتها فيما يتعلق ربما العاطفة والرغبة. تحسين النسل والنظافة هي ممارسات اجتماعية تهدف إلى إعطاء هذه التكنولوجيا قوة إضافية. أما الأسرة التي كانت أداة للتطبيع فيتم تقييمها بأدوات خارجة عنها. من ناحية وبسبب افتقارها إلى الاستقلال المادي تضطر إلى طلب المساعدة لتتمكن من القيام بما هو ضروري من حيث التعليم والنظافة. بالإضافة إلى ذلك فإن الجهل بالمتطلبات التعليمية والصحية قد يبرر إجراءات الوسائل الوقائية. ومن ناحية أخرى إذا كانت الأسرة مستقلة من ناحية المالية فيمكنها ضمان هذا الاستقلال من خلال إخضاع الشباب الذين يهددهم الفقر والعوز والجريمة للعلاج النفسي. لقد وضعنا مجموعة من التقنيات لإخضاع الأجساد لربطها بشكل أفضل بالواجبات ربما الاجتماعية، وتؤدي هذه التقنيات لنوع آخر. تأويل فرويد يقوم بتركيبه إلى حد ما، أن علاج العقل هو جزء من حركة عامة لتشكيل الكائن، أنه يشهد على تنظيم جديد يريد معرفة كل شيء عن السكان والأفراد من أجل الاعتناء بهم. أسباب المرض ستتبع بطريقة ما أسباب الجريمة. يتم وصف التهديدات التي تواجه المجتمع. إن الرجعية وطبقات المجتمع والمشاعر الأخلاقية الكونية تشكل واقعا خاصا جدا. ربما الجريمة والمرض هما صورتين من صور الشر وفقا للنظريات الشائعة في القرن 19 والتي تؤثر على الجسد والروح. يعتبر المريض والمجرم مريضين على الرغم من أن مفهوم المرض وكذلك مفهوم البؤس والموت مرتبط به يتغير. لم يعودا مخيفين بنفس الطريقة. في المرض الذي كان مرتبط ذات يوم بميتافيزيق الشر وبالتالي كان تهديدا مجردا أصبح ظاهرة فردية، والفرد الذي يحمل المرض يشكل تهديدا للمجتمع. تصبح الساحة قيمة مرتبطة بالأمور الاجتماعية بين علماء حفظ الساحة وبالبيولوجيا والعرق بين علماء تحسين النسل. ويرى علماء حفظ الساحة وعلماء تحسين النسل أن إدمان الكحول آفات اجتماعي. إن إدمان الكحول يستحضر صورة شعب تعيس وخطير والسل كارثة وكل الأمراض الزهري يوحد بين الأخلاق والطب بشكل وثيق لدرجة أن الدين لا يستطيع التعليق بشكل صحيح على هذه المسألة. ويرى البعض أن الطبيب يجب أن يتدخل بنفس الطريقة التي يتدخل بها كاتب العدل في جميع عقود الزواج ويضمن المساهمة الصحية لأزواج المستقبل. ويؤكد آخرون أن الحقيقة الطبيعية سحق الضعفاء. وربما آخرون مثل أليكسيس كارير في كتاب الإنسان ذلك المجهول يصف كعلاج المشكلة الاجتماعية القضاء باستخدام الغازات المناسبة من المجرمين
وعلى المجرمين والأشخاص غير الطبيعيين مرضى بشكل خطير، والأشخاص مرة أخرى يعني تم أوصى الطبيب الأسترالي بيرنت سنة 1960 بتعقيم جميع المنحرفين تماما بما أن الفرد مسؤول بالفعل عن مرضه فإنه سيصبح قريبا مسؤول عن صحته. إن المنطق الاجتماعي في هذا العمل الذي يحكم الحياة والعمل والترفيه والعلاقات الإنسانية سينطبق أيضا على الصحة. إذن الآن كيف تفكر الفلسفة في العمر؟ تفكير في العمر إن الإنسان الذي يجب تأديبه وتصحيحه وعلاجه في المجتمع أصبح مثاليا، هو ما يسمح على ما يبدو بالتفكير في العنف، ويتم التفكير في هذا العنف وفقا للانقسام الذي لا يزال موجودا حتى اليوم، من ناحية العنف الفردي الذي يجب قمعه، ومن ناحية أخرى عنف الدولة الذي يعتبر مشروع بشكل عام. على ذلك هناك اتجاه واضح للغاية آخر في ظهور مفيدة أن الدولة تتمتع بجميع الحقوق في مسائل العنف سواء في استخدامه أو في حاضر استخدامه، إنها مسألة الحفاظ على الدولة في كمالها وقيادة الفرد إلى الكمال. ولازال هذا الاضطراب الفكري مصحوب بمشاهد العنف المتنوع وكلها حاضر كما في القول في ذهن المفكر. إن الثورات العديدة المشحونة بالعنف في القرن 18 و19 لا يمكن أن تتركنا غير مبالين، وهذه ثورات متعددة الأوامر ومتعددة المشارب تم فحصها من زاوية مختلفة. فهي سياسية وصناعية وفلسفية وثقافية واجتماعية، ثورات سياسية صناعية فلسفية ثقافية اجتماعية. ولن تكون هذه الأضرار ناجمة دائما على سبيل المثال عن الجوع والفقر والضرائب التعسفية، وربما يمكن تفسيرها أكثر بالتوسع الحضري وتركيز السلطة. لقد شهد فكر العنف توسعه كامل عندما بدأ ما أسماه هوبز باون عصر الثورات، ثورات سياسية في القرن 18 ثم الثورات الاجتماعية مع نمو الصناعي والحضري ورأسمالي. تعود بعض الشخصيات لتخبرنا كيف بدأوا بالتفكير في العنف من خلال النظر فيما يحيط بهم. سوف نتبع الخطوط الرئيسية لتفكيرهم. يضع هيجل العنف أولا في فلسفته للتاريخ، ثم ينظر ماركس وإنجلز للعنف كوسيلة لصنع التاريخ. لاحقا أصبح سوريل أكثر واقعية من خلال العنف التطهيري، أن طبيعة الأشياء مليئة بالعنف وبالتالي تسمح برؤيته وسماعها على أنه مظهر من مظاهر بنية الوجود ذاته. تبني هيجل وجه النظر هذه على الأقل عندما يؤكد أن الوجود لا يصبح كذلك إلا في حركة تطوره. هذه الحركة تكون مصحوبة دائما بالمخاوف والأحزان والانكسارات. الحياة تطور الطبيعة والروح، التاريخ في تجليه هو تجلية الوجود. هذا التجلي يتطلب الجدية والألم والصبر وعمل النفي، عمل السلب. إن الموت والحرب والصراعات التي لا نهاية لها بين الأفراد أو الجماعات تخدم هذا التطور للإنسان. العنف يخدم الحقيقة والحرية، إن فلسفة التاريخ عند هيجل تجعل هذا الأمر ضرورة. على ذلك فإن التاريخ العالمي ليس الحكم البسيط للقوة أي الضرورة المجردة وغير العقلانية لمصير أعمى، بل هو في حد ذاته ولنفسه عقل باعتباره كائنا لذاته. في هذا التاريخ العقل هو المعرفة، ووفقا للمفهوم الوحيد لحريته التطور الضروري للحظات العقل والوعي الذاتي وحرية الروح وتفسير وتحقيق الروح الكونية. وكذا يصبح الإنسان مدركا لحقيقة أنه يجب أن يدرك العقل. قد رفع العنصر الزمني وجود الذات المجرد إلى فكر ومبدأ الوجود العقلاني، عقلانية الحق والقانون. لقد اختفت المعارضة وكأنها شخصية سيئة الرسم. لقد أزال الحاضر همجيته وتعاسفه الظالم، والحقيقة أزالت ما وراءه واحتمالية قوتها. وكذا أصبحت المصالحة التي تطور الدولة موضوعية في صورة العقل وواقعي لدى الوعي الذاتي حقيقة الفعلية لمعرفته وإرادته الجوهرية من خلال تطوره العضوي. كما أنه في الدين لديه شعور وتمثيل لهذه الحقيقة التي هي خاصة به باعتبارها جوهرا مثاليا، وفي العلم له شعور وتمثيل لهذه الحقيقة التي هي خاصة به باعتبارها جوهرا مثاليا. يعني الكلام كله لهيجل. يجب أن المعرفة المدركة بحرية لهذه الحقيقة المتطابقة في مظاهرها الثلاثة المتكاملة، الدولة والطبيعة والعالم المثالي. فمن خلال الدولة الحديثة ولأول مرة سيستمد تقدم العقل إلى العالم أجمع، السعادة في متناول الجميع، العدالة والفضيلة والخطأ والعنف والرذيلة والمواهب والأفعال والعواطف الكبيرة والصغيرة والخطأ والبراءة وروعة الحياة الفردية والجماعية والاستقلال والسعادة ومصائب الدول والأفراد لها معناها وقيمتها المحددة في مجال الوعي الحقيقي المباشر، حيث يجد
جدون حكمهم وعدالتهم على الرغم من عدم اكتمالها. يمخ التاريخ العالمي خارج وجهة نظر هذه، وفيها تحظى لحظة فكرة الروح الكونية التي هي مساواة الحالي بحق مطلق، فالأشخاص مقابلون وأفعالهم ينالون شبعهم وسعادتهم ومجدهم. إن الدولة الحديثة والقانون الذي تمارسه بالنسبة لهيجل هو تحقيق العقل. إن قانون الجريمة عندما يتخذ شكل الانتقام يكون صحيحا في حاله بذاته فقط وليس في شكل القانون، أي أنه ليس عادلا في وجوده. فبدلا من المهان كطرف يأتي المهان باعتبار شخصا كونيا له واقعه الفعال في المحكمة. إنه يفترض ملاحقة الجريمة وقمعها، الأمر الذي يتوقف بالتالي عن كونه أعمال انتقامية ذاتية ومشروطة كما هو الحال في الانتقام. يصبح القمع بمثابة مصالحة القانون مع الذات التي تعاني من الألم. ومن ناحية موضوعية هناك مصالحة بإلغاء الجريمة، يستعيد فيها القانون نفسه ويحقق صلاحيته. ومن وجهة نظر الذاتية للمجرم هناك مصالحة مع القانون المعروف لديه والذي يسري عليه أيضا لحمايته، فهو نفسه يجد بالتالي في تطبيق هذا القانون أنه يخضع لإشباع العدالة وبالتالي يخضع لعمل خاص به. على وجه ذلك فإن الدولة هي الطريقة الحقيقية لوجود الواقع، وفي حين أن الدين يقوم على السلطة والمعتقد فإن الدولة تقوم على الحرية والمعرفة وهي الحقيقة الأخلاقية للروح والوعي الذاتي. وبذلك نتمكن من التأكيد على أن العقل هو الواقع وأن الواقع هو الدولة. وهذا السبب نفسه يتجاهل العنف الذي يعاني منه الأفراد، كما أن الأهداف المحددة ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة للهدف العالمي الكوني. يلعب الشعب دوره في تاريخ البشرية، ولكي يفعل ذلك عليه أن يهزم من خلال العنف النموذج الذي سبقه، وهو نفسه سيهزم أمام النموذج الذي سيخلفه حتى اللحظة الأخيرة، بداية النهاية للدولة الحديثة. وهكذا تمر الحياة عبر تاريخ الإنسانية وينتقل الفرد باستمرار إلى هناك، ويصبح بهذا المعنى سيقوده العنف إذا جاز التعبير إلى العقل. قد دفع ماركس المنطق الهيجلي إلى أقصى الحدود، حيث أكد أنه إذا كان النظام الهيجلي كذبا تاريخيا لا يمكن للتاريخ أن يكون مخطئا، وإذا كان كذبا في الممارسة لابد أن يكون كذبا من الناحية النظرية. فهو يواجه الخطاب الهيجلي بالواقع السياسي في عصره، ويرى أن الدولة بعيدة عن تمثيل التقدم على هذا النحو وبعيدة عن كونها سببا مفيدا، هي صاحبة مصلحة في المجتمع المدني. ومع وضع هذه الفكرة في الاعتبار أجرى ماركس دراسات بحثية مختلفة مع إنجلز سلط فيها الضوء على العلاقات الوثيقة التي تحافظ عليها الدولة مع الطبقة البرجوازية التي تمتلك وسائل الإنتاج. إن التحليلات التي أجراها ماركس وإنجلز لأنشطة الدولة والطبقة العاملة المستغلة ولعنف الدولة ونضالات العمال قادتهما إلى ما أسماه بالمدينة التاريخية. هذه المدينة التي تصنع التاريخ، في هذا التاريخ أطلع ماركس وإنجلز سنة 1900 وانضم أفكارهما أو بيانهما وانضم إلى نظرية العمال، وهذا يقدمان نظرية الثورة. قد تناول ماركس وإنجلز أنتولوجيا سلبية، أنتولوجيا النفي، مثل هيجل تؤدي هذه الأنتولوجيا أيضا إلى تحقيق المطلق. يشق التاريخ طريقة هذه المرة من خلال الصراع الطبقي، وهذا النضال سيقود حتما القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج الاجتماعي نحو توازن متناغم. سيختبر المجتمع الشيوعي الحرية متحرر من الالتزام بالعيش خارج نطاق الضرورة. لا يعطي ماركس وإنجلز العنف دورا قياديا، ومع ذلك بالنسبة لماركس فهو وسيلة يجب على البروليتاريا استخدامها، ويجب على البروليتاريا مثل بروموثيوس في الكفاح ضد السلطة المطلقة لزيوس أن تؤكد نفسها في مواجهة القوة التي السلطة التي تضطهدها بل تستولي عليها، مما سيضمن تقدم الحضارة. وهكذا فإن الانتفاضة ستؤدي إلى عالم المساواة، عالم لا عنف، غاية تبرر الوسيلة في هذا البحث عن الحرية والمساواة والأخوة. لكن بعد ذلك أراد سوريل وهو اشتراك متحمس منذ بداية القرن العشرين أن يمنح العامل مكانا قريبا من وضع البرجوازي. يصبح العنف عنده وسيلة ممتازة للحصول على المساواة في المكان ليس لدى العمال المال، لكن تحت تصرفهم وسائل عمل أكثر فاعلية يمكن أن تكون مخيفة. في الواقع لا شيء يتم إلا من خلال العنف، هكذا يتكلم سوريل، يجب فقط أن يتم ممارسته ليس من أعلى إلى أسفل كما كان الحال في الماضي مع الدولة، لكن من أسفل إلى أعلى بالعصيان والتمرد والثورات. ونحن لا ندعي وضع حد لإساءة استخدام القوة، نريد للقوة أن تتغير ويصبح المظلوم الأمس طاغية الغد في انتظار النقطة الحتمية التي ستعيد الأمور إلى وضعها الأصلي. ويرى سوريل من سنة 1972 في العنف عنصر واحد الذي يكسر التفتيت الذي يؤسس الجماعية. تبدو هذه الأطروحة غير قابلة للدحض، ومع ذلك فإن إحدى أطروحات الأخرى مثقلة بعدد أقل من الفوارق الدقيقة، وبالتالي في الاضطراب العام
الاضراب، وبتعرف ان الاضراب العام الذي يؤيده يمكن ان يؤدي الى سلسله لا نهايه لها من العنف الشديد، ويمكن ان يكون الا اسطوره مفيده للحفاظ على التماسك الاجتماعي. وهكذا يمكن التعبير عن العنف بالنسبه لسوريل في الاضراب العام الوحدوي الموحد الذي ستكون قوه الاضطرابات فيه، بحيث تضع حدا لوجود الدوله بكل بساطه، وبما لا يتناسب على الاطلاق مع الاستجابات القمعيه التي يمكن ان تجلبها السلطه البرجوازيه اليه. فإن حركة تمرد غير متناسبة لطبقة بأكملها لا يمكنها إلا أن تفوز. لا يستخدم العنف هنا للحصول على السلطة فحسب، بل يسمح أيضا للطبقة العاملة بالازدهار وتحقيق ذاتها. إن الطبقة العاملة هي التي ستخلق عالما سياسيا جديدا، حيث لن تسيطر أي مجموعة على أخرى. وبعد تطهيرها بالعنف فإن هذا العالم الخالي من عدم المساواة سيكون سلميا. بالنسبة لجورج سوريال فإن العنف والأسطورة التي تثبت صحته أقل أهمية بالنسبة للمشاريع التي تقوم بتمكينها بقدر ما هي مهمة لما ينشئها بطريقة مباشرة وفورية. على الأقل هذا ما يعتقده بالوندير الذي يؤكده مع سوريال. نجل أعظم وأنقى مبرر العنف ليس من خلال غاياته ولكن من خلال ممارساته ذاته. عنف يمارس لهدف جيد، عنف ضروري للمجتمع، عنف يسمح بإنشاء عالم أفضل. باختصار عنف يحرر الفرد ويساويه ويؤمنه، والذي يمكن أن يكون أيضا ضحية لهذا العنف المشروع. العنف المسموح به، العنف الذي يقمع أشكال العنف الأخرى، يهدف ضمان تحقيق الوجود. هذا هو الغرض من هذا الشر الآهن. سوف يسلط أنصار العنف الضوء على كل الغموض الذي يكتنف هذا المفهوم. باختصار يمكن أن يكون هناك عنف على مستويين، عنف الدولة أو السلطة المركزية التي تمارسها مجموعة، والعنف الذي تسعى الدولة إلى تخفيفه أو إزالته مسلط على الأفراد. موضوع العنف يبرز كليهما، ولا يمكن فصل العنف أينما وجد عن المخاوف التي يتم إثارتها والتي يجب الحد منها. هنا على سبيل المثال يلعب التأديب الذي تحدثنا عنه، والتصحيح، وربما المعالجة دورا حاسما. وتساهم كل هذه الأمور، هذه الإجراءات، في خلق الشخصية الجديدة للإنسان التي تم تحديدها يعني منذ القرن 17 و18 و19 و20 وأيضا 21. كيف يمثل العنف مرض وهوس وذنب وخطأ؟ نعم، خطأ ووهم ينبغي على الإنسانية أن تتخلى عنه لأنه يولد العنف. شكرا جزيلا على حسن الانتباه. أرجو أن تكون هذه المداخلة المعنونة العقل التقني ودوره في ضبط العنف ومعالجة العنف. إلى اللقاء في مداخلة قادمة إن شاء الله.